أربيل احتضنت بعد غياب طويل مؤتمر عد الأول من نوعه لأطباء الكلى في العراق. حضره وزير الصحة العراقي وعدد كبير من الأطباء المختصين وأطباء كانوا ولا زالوا مهجرين خارج العراق. الكلى وأهميتها وطرق علاج أمراضها وعن التبرع بالكلى وحق المتبرع والمتبرع إليه كانت المحور الأساس لهذا المؤتمر. مبادرة علمية جيدة وتفيد الأطباء في أربيل وكل أطباء العراق وأغلب الاختصاصيين بهذا المجال من محافظات العراق المختلفة. وفي سؤال من الشرقية لوزير الصحة العراقي حول ما يتعرض له أطباء العراق والكفاءات العلمية من حالات قتل وتهجير، أكد وزير الصحة العراقي أن وزارة الصحة قدمت إلى البرلمان عدة مشاريع تعمل على حماية الأطباء، وعلى الحكومة العراقية ضرورة توفير أبسط متطلبات الأمن بالنسبة إلى الكفاءات العلمية. تم ضغوطنا على البرلمان، المجلس النواب العراقي مستمر بهذا الصدد من الأطباء ومن وزارة الصحة ومن الهيئات العلمية جميعا في سبيل تشريع قانون حماية الأطباء، وقد تم قراءة القراءة الثانية لقانون حماية الأطباء، وأتصور هذا القانون يحمي الكثير من أمورات كثيرة هي ليس الاغتيال، كل العلماء العراقيين معرضين للاغتيال، هي مو بس الأطباء، والأطباء مستهدفين بالدرجة الأولى، ولكن هناك أمور أخرى ليس اختيال، أمور الفصل العشائري، مثلا الطبيب يخطأ أو مرات ما يخطأ، يفرض عليه الخطأ مثلا يحسبها خطأ ويفرضون عليها فصل عشائري، هاي أمور إحنا نصورها أمور بدائية، أمور يعني ما بأي وجه حق. إن شاء الله تشريع قانون حماية الأطباء قريب جدا من مجلس النواب العراقي. مؤتمر أطباء الكلى في أربيل سيستمر مدة يومين متتاليين، سيخرج فيها الأطباء بعدة نقاط تهم تطوير جانب معالجة الكلى في العراق. للشرقية نيوز، مهند محمود، أربيل.